وبركاته. أعزائي طلاب الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في أجوبة أسئلة مادة الكيمياء امتحان الدور الثالث 2023. في البداية ملاحظة، أجب عن 5 أسئلة فقط ولكل سؤال 20 درجة. السؤال الأول، احسب النسبة الحجمية لكل من حامض الخليك والماء في محلول تكون عند خلط 20 مليلتر من حامض الخليك و30 مليلتر من الماء. في الجواب نقول المجموع الفي توتال الحجم الكلي راح يكون من V1 زائد V2، يعني من 20 زائد 30 راح يطلع لي 50 مليلتر. النسبة الحجمية للمذاب والنسبة الحجمية للمذيب. للمذاب راح يصير V1 على V2 في 100، يعني راح يصير 40، 120 على 50 راح يساوي لنا 40%. هذا شوية صار خطأ بالبضاعة، ف20 على 50 هذا بالنسبة للمذاب. بالنسبة للمذيب راح يصير 30 على المجموع الكلي 50%، راح يصير 60%، ولازم يطلع عندك هنا المجموع 100%. هذا بالنسبة إلى فرع ألف. فرع باء يقول أجب عن 2 فقط مما يأتي، هل إن غاز الميثان يتفاعل مع ماء البروم الأحمر اللون أم لا؟ عزز إجابتك بكتابة المعادلة اللفظية. الجواب كلا، الميثان لا يتفاعل مع ماء البروم الأحمر ولا يزيل لونه. المعادلة اللفظية هذه، ميثان زائد ماء البروم الأحمر لا يختفي اللون الأحمر. ثانيا يقول الألمنيوم فلز يقي نفسه من التآكل، فسر العبارة. فسر العبارة يعني شرح بسيط، عند تعرض الألمنيوم إلى الهواء يتأكسد سطحه الخارجي فقط، فيكتسي الألمنيوم بطبقة رقيقة جدا من أكسيده الذي يكون شديد الالتصاق في سطح الفلز، وهذا ما يقل الفلز من استمرار التآكل. هاي المعادلة إذا ما كتبتها صح، وإذا كتبتها صح يعني مو لازم تذكر المعادلة. نجي على ثالثا، ما الخواص الفيزيائية لعنصر السيليكون؟ الجواب شبه فلز، عنصر صلب جدا، له درجة انصهار عالية 1410 سيليزي، لمظهره بريق معدني فلزي، شبه موصل للتيار الكهربائي. السؤال الثاني يقول وضح مع رسم الجهاز طريقة تحضير غاز الأمونيا في المختبر، معززا إجابتك بكتابة المعادلة الكيميائية الموزونة. الجواب يحضر غاز الأمونيا من تسخين كلوريد الأمونيوم مع هيدروكسيد الكالسيوم، ويجمع غاز الأمونيا الناتج بالإزاحة السفلية للهواء بعد أن يمرر على عمود يحوي أكسيد الكالسيوم CaO للتخلص من الرطوبة المصاحبة للغاز. المعادلة NH4Cl، طبعا جزيئا كان 2 زائد كالسيوم هيدروكسيد الكالسيوم راح ينطيني كلوريد الكالسيوم زائد الامونيا، هذا غاز الامونيا زائد 2H2 اللي هو الماء. هذا رسم الجهاز. نجي على فرع باء السؤال الثاني، فرع باء السؤال الثاني يقول ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة ثم صحح الخطأ إن وجد. أولا، أكثر مركبات الصوديوم انتشارا في الطبيعة هو كلوريد الصوديوم. الجواب صح. ثانيا، يحضر حامض النتريك صناعيا بكميات تجارية بطريقة هابر. الجواب بطريقة أوستوولت، يعني خطأ بطريقة أوستوولت. زين، نجي على الفرع السؤال الثالث يقول فرع ألف، اختر الأنسب من ما بين القوسين الذي يكمل التعبير الآتي 2 فقط. تدعى سبائك الألمنيوم المستخدمة في صناعة أدوات الزينة، نسميها برونز الألمنيوم. برونز الألمنيوم. اثنين، عناصر الزمرة الأولى والثانية ذات طاقة تأين واطئة، ذات طاقة تأين واطئة. ثلاثة، كل المركبات العضوية تحتوي على أحد عناصرها الآتي في تركيبها اللي هو الكربون. الكربون. زين، نجي على فرع باء، أجب عن كل من ما يأتي، بين مواقع بلوكات العناصر في الجدول الدوري. المواقع عن عناصر بلوك الاس تقع في يسار الجدول الدوري، عناصر بلوك بي تقع في يمين الجدول الدوري، عناصر بلوك دي تقع في وسط الجدول الدوري، وعناصر بلوك اف تقع اسفل الجدول الدوري. ثانيا، عدد استعمالات جبس باريس. الجواب
عندنا في التجبير، تجبير الكسور، في التماثيل وفي البناء. نجي على السؤال الرابع، يقول كيف يتم الكشف عن أيون الكبريتات بمحاليل معززة لإجابتك بكتابة المعادلة الكيميائية الموزونة؟ الجواب، يتم الكشف بإضافة محلول يحتوي على أيونات الباريوم مثل كلوريد الباريوم إليها، حيث يتكون راسب من كبريتات الباريوم الأبيض، هذا BaCl2 كلوريد الباريوم زائد أيون الكبريتات راح يطلع لي BaSO، هذا الراسب BaSO4 كبريتات الباريوم، ويطلع لي 2Cl سالب كلوريد الكلوريك. نجي على أكمل ووازن اثنين من المعادلات الآتية. خلينا نشوف المعادلات الكيميائية. أول شيء عندنا SiH4 زائد 2O2 يطلع لنا SiO2 زائد 2H2O. الثاني عندنا C2OH4 الأثينين زائد 3O2 يطلع لنا 2CO2 زائد 2H2O. والثالث معادلة الكبريت مع الحديد يطلع الكبريتيد الحديد. ثالثة ما بدون موازنة بس تطلع الناتج. السؤال الخامس فرع ألف، عنصر الصوديوم أن أي العدد الذري له يساوي 11، جد كل من ما يأتي، الترتيب الإلكتروني، تدرج مستويات الطاقة الرئيسية، الدورة والزمرة التي تنتمي إليها، وعدد الإلكترونات غير المزدوجة. الجواب، الترتيب الإلكتروني إلى 1s2 2s2 2b6 3s1. المطلب الثاني اللي هو تدرج مستويات الطاقة الرئيسية، هذا ترسمهن تدرج مستويات الطاقة الرئيسية، شوفوا يعني هذا تدرج المستوى الأول 3s1 والنوبة 2s2 والنوبة 1s2 n1 n2 n3 زين، هذا n1 هذا n2 وهذا n3، يعني من الأسفل تصعد لفوق التدرج معدل. هو المن ينتمي للدورة الثالثة، شوفوا الدورة الثالثة والزمرة الأولى. عدد الإلكترونات غير المزدوجة لذرة الصوديوم هي بس الغلاف الثالث الأخير، هذا شوفوا إنه فقط إلكترون واحد، يعني ما بي بعد إلكترون ثاني، فيصير غير المزدوجة، يعني ما بيها ما مشبع لذرة الصوديوم، يعني ما بي إلكترون ثاني. بعد السؤال اللي بي هاي كمل، عرف اثنين من ما يأتي قاعدة هون. خلينا نشوف تعريف قاعدة هون. تنص هذه القاعدة على أنه لا يحدث ازدواج بين الإلكترون في مستوى الطاقة الثانوي إلا بعد أن تشغل أوربيتالاته فرادا أو لا. بالنسبة للثاني، قابلية الذوبان، قابلية الذوبان هي أكبر كمية من المادة المذابة يمكن أن تذوب في كمية ثابتة من مذيب معين للحصول على محلول ثابت مستقر عند درجة حرارة معلومة محددة. البوكسايد، تعريف البوكسايد، وهو أكسيد الألمنيوم المائي، وهو الخام الرئيسي للألمنيوم، وهو أهم خام يستعمل لاستخلاص الألمنيوم، وصيغته Al2O3x2O. السؤال السادس فرع ألف، علل كل ما يأتي، يستعمل الشب الاعتيادي لتعقيم بعض الجروح الخفيفة. الجواب، حيث يساعد على تخثر الدم بسهولة. ثانيا، تذوب المواد في المحاليل الساخنة أسرع من الباردة. الجواب، لأن الطاقة الحركية لجزيئات السائل تزداد عند درجة الحرارة المرتفعة، مما يزيد احتمالات قوة تصادم جزيئات السائل فيساعد على سرعة ذوبانه. ثلاثة، يستعمل جل السيليكا بصورة رئيسية كعامل مجفف بسبب مساحته السطحية الكبيرة وقابليته العالية لامتصاص الماء. بالنسبة للفراغات، عنصر الألمنيوم يتفاعل مع الحوامض والقواعد محررا غاز الهيدروجين. ثانية، سميت عناصر الزمرة الأولى بالفلزات القلوية. ثلاثة، مستوى الطاقة